مشروعنا، لأن الظروف الفترة الأولى اللي خلتنا نفكر في المشروع ظروفنا الاقتصادية، إنه إحنا شباب خريجين نزلنا دورنا على شغل كتير ما لقيناش، هذه بداية. جربنا كمان سوق العمل يعني كفترات صغيرة من العمل، كانت تدني في الرواتب، ساعات العمل كانت كتيرة ومجهدة بالنسبة للرواتب اللي احنا بناخدها. هذه خلتني ان انا انشئ المشروع الشبابي هذا. اليوم انا عندي مشروع اول، ممكن يكون عندي مشروع ثاني وثالث كبداية للحملة تبعتنا اللي هي حملة المشاريع الشبابية، بتمويل ذاتي طبعا المشروع مني. الجانب الاقتصادي من ناحية الناس وتقبلهم للفكرة، كجانب لوجستي ودعم ترفيهي لإلنا، كان اللي هو فكرتنا كانت حلوة كتير للناس، ترفيه لهم والسعادة كانت حلوة، لكن إقبال الناس من الناحية المادية كانت ضعيفة بسبب الظروف اللي احنا بنعانيها. كمان هذه شغلة احنا بنعاني منها، لكن في ناس، في فئة من الناس موجودة بتشتري الورود، حتى الناس متدنية الرواتب ممكن تشتري لتسعد أولادها، تسعد زوجاتها، الناس الخاطبة ممكن كمان تشتري هذه الشغلات. أنا والله عرض الفكرة علي بن عمي الكبير فشجعني على هيك إشي، ومنه بستثمر إجازتي، يعني بكتسبها بإشي إنه يطورني لقدام، بدل ما ضل كله بلعب وبإشي زي هيك، منه إنه بنشر البسمة بوجوه الناس، ومنه إنه بستثمرها لإجازتي.